أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في قصف منشآت تصنيع طائرات مسيرة في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى. وأفادت مصادر روسية بوقوع هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في شبه جزيرة القرم. وقالت المصادر الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 من الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الأوكرانية. مراسلنا عامر العروقي ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف للتعليق طبعا وتفصيل كل هذه التطورات الميدانية. معك عامر. نعم ميشيل، حسب ما تعلن وزارة الدفاع الأوكراني وبيان الأركان العامة للقوات الأوكرانية، تقول البيانات بأن الجيش الأوكراني بات يحرز تقدما في الجبهات الجنوبية والجبهات الشرقية، تحديدا في الجبهة الشرقية وتحديدا في محور مدينة باخمود. قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أحرزت تقدما بمقدار 3 كيلومترات، وأما في جبهة الجنوب أحرزت تقدم بمقدار 7 كيلومترات، لكن الوزارة أكدت بأن 3 ألوية فقط هي من تقاتل حاليا ضمن الهجوم المضاد، وأن الهجوم المضاد الكبير لم يبدأ بعد، وأعادت الذكر بأن الهجمات المضادة تحتاج إلى الصمت وأنه لن يكون هنالك إعلان للهجمة الكبيرة. وهذا أيضا ما أكده مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بولودياك الذي قال بأن الهجمات الكبيرة لم تبدأ بعد، ولكن على ما يبدو بأن الهجمات التي يقوم بها الجانب الأوكراني تتركز على 3 نقاط وتحديد، ومعظمها هي في منطقة دونيتسك وأيضا مع أجزاء متاخمة لمقاطعتي خاركيف في الشمال، وكذلك الحال أيضا مع أجزاء متاخمة لمقاطعة تقع في جنوب هذه المنطقة في جنوب مقاطعة دونيتسك مقاطعة زابوروجيا. وقال الجانب الأوكراني بأنه سيطر على 7 مناطق في المنطقة الجنوبية، ويدور القتال حاليا في منطقة كانت القوات الروسية سيطرت عليها في وقت سابق وهي فوغدادار، وهي المنطقة المتاخمة لمنطقة باخمود. هذا فيما يخص الهجمات المضادة. أما فيما يخص الهجمات الصاروخية الجديدة، قالت أوكرانيا بأن الجانب الروسي في ساعات الفجر الأولى شن هجمة واسعة النطاق باستخدام صواريخ كروز وأيضا طائرات مسيرة. تمكنت بعض هذه الصواريخ من الوصول إلى أهدافها في منطقة دنيبرو بتروفس وتحديدا في مدينة إكريفري. أصابت 3 صواريخ كروز مصنعا لمنشآت صناعية حسب ما أعلن الجانب الأوكراني، ولم يسفر ذلك عن إصابات حسب ما أعلنت الإدارة المحلية والعسكرية لهذه المدينة. ميشيل عامر العروقي مراسلنا من كييف، شكرا جزيلا لك.